ها وفيش تيشيرت غير دي؟ انت مخلينا حاسين ان احنا في عزة كده. المهم انت مبسوط؟ والا مبسوط؟ ده انا بحلم. واي حلم؟ ده انا معدي الحلم بسبع مراحل زي الفلتر ب 5000 جنيه. انت مسخره. لا ده انا عجبك قوي، كنت شقي وليه مغامرات ياما، بس مهما عملت انا كل الحريم اللي انا عرفتهم في حياتي لو ضربتهم في الخلاط كده مش هيطلعوا جمال كعب رجلك. احكي لي بقى اخر مغامراتك كانت مع مين؟ احكي لك ايه؟ دي كلها حاجات ما تشرفش. انا اخر واحده اعرفها كان اسمها فايزه كوتش، كانت بتثبت الناس في الانفلات وتاخد منهم الكوتشات بالاكرام. اتقبض عليها وراحت 3 سنين في 60 داهية، وكانت هتوديني في داهيه معاها. ساعتها انا قلت خلاص يا رب انا كده انا تبت ومش هعمل اي حاجه تانية الا في الحلال. والنهارده كان في الحلال؟ بس يبقى حرام عليا لو قلت لك لا. استغفر الله استغفر الله العظيم يا رب. يا ست انت هتكفرينا ولا ايه؟ بس بيني وبينك انا حبيت اللابتوب بقى قوي، طلع اللابتوب ده بيعمل احلى شغل. خزاعه، اللي حصل النهارده ده تعتبره حلم، يعني تقوم تلبس وترجع على بيتك ولا كأن في حاجة حصلت. يعني مفيش أحلام تاني؟ لو في هقولك. يلا عشان هنام، ولو فتحت بقك. أفتح بقي إيه؟ ده أنا هقفله بأسمنت. حلقات جديدة يومياً على فيو.